اهلا بكم. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على المنتجات البتروليه، وكان اول منتج بالنسبه لنا كان الغاز الطبيعي. طيب المنتج الثاني المهم بالنسبه لنا هو الاثير البترولي. الاثير البترولي او بتروليوم ايثر، ده منتج مهم، وده عباره، بصوا الايثر هو عباره عن زي ده CH3O CH3، او دي تبقى ايثايل ودي ايثايل وميثايل وايثايل. المهم دي مجموعه الايثر. الله، طب وهنا؟ لا، هنا ما فيش المجموعه دي. اما هنا الايثيل البترولي نتيجه الريحه متقاربه ونفس الخصائص بتاعته، فهو عباره عن خليط من الهيدروكربونات الالفاتيه، وتستخدم كمذيبات عضويه. زي مين؟ زي البيوتان والبنتان، خماسية طبعا، ده بيبقى عبارة عن خليط منهم. طبعا احنا عارفين ان البيوتان غاز، بس ممكن في جزء منه لو دفى المية يبقى دافي المية. سيبك من ده، احنا اول حاجة نتكلم عليها اللي هي البنتان. يبقى هو البنتان والهكسان والهبتان ميكشر، فبيطلع منه هو ده البتروليوم ايثر. طب ايه التاني؟ التاني الجازولين اللي هو البنزين العربيات، وده من سي 5، بصوا من سي 5 لسي 10. طيب من سي 5 لسي 10 اهم مكونات الجازولين هو طبعا الاوكتان. الاوكتان اللي هو سي كام؟ 8، برافو عليكم. وده بنقيس بيه كفاءه الايه؟ الجازولين. طب احنا عايزين نعرف حاجه مهمه، يعني رقم الاوكتان او الاوكتان نمبر بيعتمد على نسبه الاوكتان الموجوده في البنزين. ايوه، برافو عليك. الاوكتان فيه 8 كربونات، بس خلي بالنا بقى، احنا لازم نعرف ان الكربون عندنا يا اما تشين، شطار، يا اما عباره عن ايه؟ متشعب. متشعب. فخلي بالنا من التشعب ومن الستريت فورورد. ليه؟ المتشعب هو طبعا انتوا عارفين المتشعب ليه احسن من ده. ليه؟ ان هنا عمليه البويلنج بوينت للمستطيل، يعني مثلا لو عندي دول كام كربونه؟ 1 2 3 4 5، 5 كربونات. ودول كام كربونه؟ 1 2 3 4 5. شيل دي، مش مشكله، نشيل ديات كده او خمسه، 5 كربونات. طب دول 5 ودول 5 ازاي؟ وعشان نبقى واضحين استنى اعملها لكم احسن. ادي 1 2 3، ادي 4، ادي 5. ده بنقول عليه ايه؟ ده بنتان، وده ايزو بنتان. طيب تفتكروا مين فيهم البويلنج بوينت بتاعته اسرع؟ هو ده، الكسر بتاعه اسهل. كل ما كانت الحاجه ستريت فورورد كل ما كانت صعبه في كسرها، اما برانشت سهله في كسرها. زي الشجره، انت لما تيجي تقطع الشجره تقطعها من جذرها نفسه، لو قطعتها من جذرها نفسه تعرف تقطعها ولا من الفرع؟ من الفرع. فكل ما كان عدد البرانش عالي كل ما كان الكسر اسهل. فده اللي هنلجا له في رقم الايه؟ الاوكتين. رقم الاوكتاني هو نسبة وجود خلي بالنا الايزو اوكتان، اللي هي الرسمة اللي انا رسمتها. ايوه ده كده اسمه ايزو برانش. طب دول كام كربونة؟ 3، 1 2 3، اوكتان يبقى فاضل 5، 1 2 3 4 5، هو ده اسمه الايزو اوكتان. نسبة وجود الايزو اوكتان الى نسبة وجود الهبتان العادي او الاوكتان العادي. الله، يعني ايه الكلام ده؟ هقول لكم. احنا دلوقتي عندنا في العربيه في اربع بوجيهات، مش كده؟ في اربع بوجيهات في العربيه. البوجيه الاولاني، البوجيه الاولاني انت لما تيجي تدوس الكونتاكت بيجي البنزين يغبط في البوجيه الاولاني، البوجيه الاولاني يبتدي يعمل شعله، يبتدي البوجيه الثاني يساعده عشان نقطه البنزين تتحرق. طب نقطه البنزين عشان تيجي في الضربة هنا عشان تتحرق ويتوصل الوميد للبوجيه الثالث وبعدين البوجيه الرابع عشان ينقل الكهرباء للعربيه والعربيه تشتغل، واخد بالكم؟ في الومضات بتاعه البنزين، الضربه، النوكينج نقول عليها نوكينج، الومضه او النبضه، الضربه. الومضه تبقى امتى سريعه؟ لما يكون عندي ايزو. ليه ايزو؟ عشان كسره اسهل من النورمال، كسره اسهل من النورمال. ففي الحاله ديت هنلاقي ان الهبتان العادي هو اللي بيعمل عمليه النوكينج، هو اللي بيعمل عمليه النوكينج، يضرب في الموتور ويعمل دوشه.
اما الايزو اوكتين ما يعملش نوكينج، فعشان كده الايزو اوكتين بنقول عليه انتي نوكينج. برافو عليكم. اما الهيبتين ده نوكينج. فعشان كده لو رقم الاوكتين عندي بنزين، عندنا الاخضر في السعوديه مش عندنا اخضر وعندنا احمر، الاخضر 92 والاحمر 95، معناها ايه؟ معناها عندي 92 ايزو اوكتين و8 هيبتين. 95 يبقى عندي 95% ايزو اوكتين وخمسه ايه؟ هيبتين. برافو عليكم. فدي لازم نكون عارفينها اللي هي نسبه الايه؟ الاوكتين. الله، ساعات في بعض الاحوال نسمع فرقعه في العربيه وهي ماشيه. ليه؟ الفرقعه اللي تظهر في العربيه وهي ماشيه نتيجه عدم اكتمال الاحتراق، بمعنى العربيه بتبقى مثلا عايزه تمول 95، تيجي سيادتك تروح هتطلعها 91. غلط. الافشنسي بتاع الموتور معمول على 95، فلما يجي تحط له 91 بيبقى سريع، الموتور بيبقى الافشنسي بتاعته عالي، ما بيلحقش ال 91 عشان يحصل له ايه؟ الومضات بسرعه 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 عشان تقيل، فيبتدي ايه؟ يبقى فيه هواء. طالما فيه هواء بوم بوم تسمع فرقعه. والعكس لو 95 اصلا العربيه بتتحط وجيت تحط لها، قصدي 91 في العربيه بتتحط وجيت حطيت 95، هبوظ الموتور. الافشنسي بتاع الموتور بدل ما هي كانت حنينه وهاديه وكويسه هتهيجها وتخليها تبدا بدل الموتور يعيش 10 لا يعيش 5. واخدين بالكم؟ بس في نظريه تانية احلى بقى، ان ال 95 معدل استهلاكه اعلى من ال 91. شفتوا بقى الجمال؟ فهنا الخمسه اللي بيحط 95 عربيته سريعه، الوم دي عنده عالي عشان الايزو اوكتان عالي، العربيه ما شاء الله عليها زي الفل سريعه، بس استهلاكها للبنزين نار. اما ال 91 سحبه مش سريع زي ال 95 بس ما يستهلكش بنزين. فعشان كده العربيات ال 91 احسن في عدم استهلاكها للبنزين عن العربيات ال 95 نتيجه الافشنسي بتاع الايه؟ الايزو اوكتان. اظن الموضوع بقى النهارده ده يمس حياتنا اليوميه، وان شاء الله يكون في دماغنا وتفتكروه كويس. وشكرا، والى اللقاء المره القادمه.